أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد، مضى معنا في درس أمس فائدة: لماذا سمي الحرف حرفا؟ لماذا سمي الحرف حرفا؟ من يجب عن هذا السؤال؟ ولله درة، ولله درة. عندك لماذا سمي حرفا؟ أصح، هو الذي بجانبك عندك، لوقوعه طرفا في ماذا؟ في الكلام. ووقوعه طرفا في الكلام يعني هل بمعنى أنه طرف لفظي أو معنوي؟ معنوي، بأنه يدل على معنى غيره، أنه يدل على معنى غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في جملة معانيه وأقسامه. ذكر بعض النحويين للحرف نحو 50 معنى، وزاد غيره معاني أخرى، وسأذكر جميع ذلك مبينا في مواضعه إن شاء الله تعالى. سأذكر عند كل حرف ما يتعلق به من المعاني في الكتاب، ومشى على هذه الخطة من أول الكتاب إلى آخره. وهذه المعاني المشار إليها يرجع غالبها إلى 5 أقسام. لماذا قال غالبها؟ يعني هذه الأقسام هي غالبة وليست مستوفاة، بل هناك أقسام غير هذا. قال: إلى 5 أقسام. معنى في الاسم خاصة كالتعريف، يعني آلة تعريفية، ومعنى في الفعل خاصة كالتنفيس، معنى السين وسوف، ومعنى في الجملة خاصة كالنفي والتوكيد، أدوات النفي وأدوات التوكيد، وربط بين مفردين، حروف العطف والعاطفة بين مفردين كالعطف نحو جاء زيد وعمرا، وربط بين جملتين، هذه حروف العطف الذي تعطف جملة على جملة. قال: كالعطف نحو جاء زيد وذهب عمرا، وإنما قلت يرجع غالبها لأن منها ما هو خارج عن هذه الأقسام، يعني 5، كالكف والتهيئة والإنكار والتذكار. الكف يعني يكف ما قبلها عن العمل، وهذا أكثر ما يقع بما. قال: وغير ذلك مما سيأتي ذكره. قال: وأما أقسام الحرف فثلاثة، أقسام الحرف فثلاثة من حيث الاختصاص والاشتراك، من حيث الاشتراك بين الاسم والفعل، أو من حيث الاختصاص بأحدهما، فهذا التقسيم هذا هو اعتباره. قال: ثلاثة مختص بالاسم، مختص بالفعل، مشترك بين الاسم والفعل. قال: فأما المختص بالاسم فلا يخلو من أن ينزل منه منزلة الجزء أو لا، فإن تنزل منه منزلة الجزء لم يعمل كلام التعريف، وإن لم يتنزل منه منزلة الجزء فحقه أن يعمل، لأن ما لازم شيئا ولم يكن الجزء منه أثر فيه غالبا، أثر فيه غالبا، فالملازمة لها تأثير، لا تأثير حتى في واقع الحيوان. فالرجل الذي يعني يلازم يعني راعي الإبل، يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه؟ وغلظ القلوب في الفدادين أصحاب الوبر. فمن أطال الملازمة والمكث للرجل لا بد أن يتأثر به، لا بد أن يتأثر به. فإذا كان بعيد إن طلع يعني ماذا تأثر من يرعاه ببعض أخلاقه،
وببعض قسوته شدته، والله المستعان. وكذلك من يرعى الغنم، يا الغنم تختلف يعني أحوالها جدا متباينة، فمنها السريعة ومنها البطيئة ومنها المعاندة ومنها غير المعاندة، منها ذات الهدوء منها ذات يعني كثيرة الحركة، ومنها الذي تحب النطح يعني واصل تحب تتناطح مع صاحبتها، ومنها التي لا تحب هذا، ومنها الجمة ومنها القرنة، ومنها ما هي سريعة في السير ومنها ما هي متأخرة في السير. الشاهد أن الغنم أصناف وأخلاقه مواقفه متعددة جدا متعددة جدا. لذلك الراعي للغنم ماذا يكتسب؟ السكينة والوقار، السكينة والوقار في رعاة الغنم. فسبحان الله، والله المستعان، والله المستعان. كل من لازم شيئا أثر فيه غالبا. وفي هذا بارك الله فيكم، هذه عبرة، فيها الرد لمن يقول ماذا؟ أنا أقال السلان ما تأثر به، أنا أقال السلان أستهد من علمه. يا أخي كلام. جعفر بن سليمان الضبعي رافضي كالحمار، كان ذو سمت وهدوء وتماوت جدا، فما الذي أثر به؟ أثر به إمام من أئمة الدنيا، إمام من أئمة السنة. اغتر به عبد الرزاق الصنعاني فدخل عليه بعض التشيع من مجالسته لمثل هذا الرجل، ولم يكن دعاه أو كذا. فلما ناقش أهل العلم، ناقشوا الإمام عبد الرزاق الصنعاني وردوا عليه وبينوا له الزلات التي وقع فيها، قال غرني سمته، يعني أنا ما كنت لأتأثر بهذا الباطل، لكن غرني ماذا؟ غرني سمته. سبحان الله، والله المستعان. قال لأن من لازم، قال لأن ما لازم شيئا ولم يكن الجزء منه أثر فيه غالبا، وإذا عمل فأصله أن يعمل الجر، لأنه العمل المخصوص بالاسم، ولا يعمل الرفع والنصب إلا لشبهه بما يعملهما كإنه أخواتها، إنه أخواتها ماذا أشبهت؟ الفعل. فأن وإن معناها أؤكد، تشبه الفعل أؤكد، وليت تشبه الفعل أتمنى، ولعل تشبه الفعل أترجى وأتوقع، وماذا؟ وكأن لا تشبه الفعل أشبه وأماثل، أمثل شابه. ولكن تمثل الفعل وتشبه الفعل ماذا؟ أستدرك. هذا هو. قال ولا يعمل الرفع والنصب إلا لشبهه بما يعملهما كإن وأخواته، فإنها نصبت الاسم ورفعت الخبر لشبهها بالفعل في أوجه مذكورة في موضعها، أي من كتب النحو. قال ولولا شبه الفعل لكان حقها أن تجر لأنه الأصل، وقد جر بلعل في لغة عقيل منبهة على الأصل. فقلت دعي أخرى ورفعي الصوت قهرة، لعل أبي المغوار منك قريب. فقلت دعي أخرى ورفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار منك قريب. وقال الآخر، لعل الله فضلكم علينا بشيء إن أمكم شريم، لعل الله، وهي حرف جر شريف الزايد عند عقيل خاصة، فهي تعتبر شاذة عن حروف الجر.
قال وأما المغتصب الفعل فلا يخلو أيضا من أن ينزل منه منزلة الجزء أو لا، فإن تنزل منه منزلة الجزء لم يعمل كحرف التنفيس سين وسوف، وأيضا كأل أل أل ماذا يعني ماذا عفوا الفعل أيضا ماذا يعني كلم يعني هذه نزلت منزلة الجزء لكنها يعني لها انفصال عن الفعل. قال فإن تنزل منه منزلة الجزء لم يعمل كحرف التنفيس، وإن لم يتنزل وأيضا تاء التنفيس الساكنة آخر الماضي. قال كحرف التنفيس وإن لم يتنزل منه منزلة الجزء حقه أن يعمل، وإذا عمل فأصله أن يعمل الجزم، لأن الجزم في الفعل نظير الجر في الاسم من حيث ماذا؟ الاختصاص، من حيث الاختصاص، فالجر مختص بالاسم والجزم مختص بالفعل. ولا يعمل النصب لشبهه إلا لشبهه بما يعمله كأن المصدرية وأخواتها، أن المصدرية وأخواتها نصبت الفعل المضارع، لماذا؟ أشبهت نواصب الاسم. قال فإنها لما شابهت نواصب الاسم نصبت، وأشبهت نواصب الاسم يعني صوريا أو حقيقيا، صوريا، فالناصب للمضارع أن، والناصب للاسم أن تشديد، لكن أشبهت نواصب الاسم شبها صوريا. ما معنى شبها صوريا؟ مطلق المشابهة فقط من حيث أنها ألف ونون مثلا، فهمتم المعنى؟ يعني لم تشبه في الحقيقة من جميع الجهات لا، وإنما شبه صوريا. شبه الصوري يكتفى فيه الموافقة أو في صورة الكتابة. الشبه الصوري يعني من قواعده أنه يكتفى فيه ولو بتصوير الكتابة، هذا من قواعد الشبه الصوري. قال ولولا ذلك لكان حقها أن تجزم، وقد حكي عن بعض العرب الجزم بأن، صفحة 226 إلى صفحة 227 من نفس الكتاب، هذا عند قوله أن، راجع صفحة 226 227 من نفس الكتاب. قال ولن هذه أيضا تراجع نفس الكتاب صفحة 272 قال وسيأتي الكلام عليه، أعطيناكم الصفحات التي ستأتي. قال وأما المشترك حقه ألا يعمل، الحروف المشتركة حقها ماذا؟ ألا تعمل، هذا الأصل فيها لعدم اختصاصه، يعني الحرف المشترك لعدم اختصاصه الحرف المشترك بأحدهما، يعني إما بالاسم وحده أو بالفعل وحده، فعل مضارع. قال وقد خالف هذا الأصل أحرف، قد خالف في هذا الأصل أحرف، لماذا جمعها على أفعل؟ لقلتها. قال أحرف على وزن أفعل، لأن حروف جمع كثرة، وأحرف جمع ماذا؟ جمع قلة. قال منها ما الحجازية عملها أهل الحجاز عمل ليس ليشبهها بها، وأهملها ابن تميم على الأصل. منها قوله منها ما الحجازية، هذه من ماذا تفيد؟ التبعيض، من هذه تفيد التبعيض، تدخل على اسم عام، ضابطها أنها تدخل على اسم عام، ويحل محلها كلمة بعض في الكلام، تدخل على اسم عام ويحل محلها كلمة بعض في الكلام. قال وأهملها ابن تميم على الأصل، أهملها عن الإهمال عدم الإعمال، يجعلون ما بعدها مبتدأ وخبر، حتى أنهم يذكرون من الطرائف يعني أن رجلا مر فسأله آخر إلى أي القبائل تنتسب، فأتاه بجملة فيها ما بعدها مبتدأ وخبر، ماذا تشعر هذه الجملة؟ أنه ماذا؟
أتاه بجملة بعدها أتاه بجملة فيها ما بعدها مبتدأ خبر. إيش معنى هذا؟ أنا ماذا؟ يعني أنا تميمي. حتى نظمها بعضهم نظم هذه القصة فقال ومحافظ الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام. أي ما قتل المحب حرام. لو كان حجازي ماذا سيقول؟ ستعمل عمل كان عمل ليس. ما قتل المحب حراما سينصبها. يعني بمعنى أني أنا ماذا؟ أني أنا رجل من بني تميم وما عندي بعد ما ابتدى خبر. ما بعد ما عندي ابتدى خبر يعني لا تعمل عمل ليس أصلا. هذا يذكرونه من لطائف. طيب إن شاء الله لنا نزاكم الله خير.